2,000 years later. Kitchen gun! I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. Thank you.
2,000 years later. الحين خلونا نجي للدلائل القوية اللي نقدر نشوفها بعيوننا. في سنة 1222 تم اكتشاف عظام حقيقية لحورية بحر، وإلى يومنا هذا العظام معروضة في متحف فوكواوا في اليابان. على مر السنين تم الإبلاغ والتسجيل.